إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلا مع الحصيلة اليومية والحصيلة كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم. إذن الحصيلة مازال كتسجل ومازال كتعرف ارتفاع للأسف الشديد. ردوا البال أكيد، فكورونا مازال كدور طبيعة الحال. إذن أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 6362 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبهذا الحصيلة أكيد كترتفع بطبيعة الحال. وأعلن نفس المصدر عن وفاة 34 حالة وفاة جديدة، 34 وفاة نتيجة المضاعفات الصحية فيروس كورونا. مزيدا من الحيطة والحذر، عدد الوفيات كترتفع، الأرقام كارثية قد كترتفع للأسف الشديد، أرقام كارثية بكل المقاييس. وأكد نفس المصدر عن شفاء 9802 ديال حالات الشفاء، أكدت التحاليل المخبرية سلامتها من عدوى كوفيد 19. إذن ما فيها بأس أنكم تردوا البال، وما فيها بأس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات مازال تسجل أرقام قياسية، أرقام كارثية بكل المقاييس. ردوا البال، كورونا مازال كدور. إذن جهة طنجة تطوان الحسيمة بدورة كتسجل رقم قياسي جديد، 908 ديال الإصابات جديدة فيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية. 908 ديال المصاب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. إذن ما فيها بأس أنكم تردوا البال، وما فيها بأس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات مازال كتسجل. إذن تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. لأن ما فيها بأس أنكم تردوا البال، وما فيها بأس أنكم تكونوا على بال بطبيعة الحال. أرقام مازال كتسجل، أرقام مازال كتسجل، وكذلك عدد الوفيات مازال كتسجل للأسف الشديد. لأن مزيدا من الحيطة والحذر أكيد متبني الأوفياء، ما فيها بأس أنكم تردوا البال، وما فيها بأس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات مازال كتسجل. إذن توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. مزيدا من الحيطة والحذر أكيد.